اليوم في الإطار هذا نزور قفصة، قفصة معقل نضال ضد المستعمر، وقفصة معناتها اللي نعرفوا معناتها مساهماتها في تقدم تونس في كل المجالات، المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال النقابي، وكل الأنشطة القاعدة الهامة. وكنت منذ حين عبرت عن فائق تقديري بالنسبة للجهة هذه العزيزة وبالنسبة لكل المواطنين اللي موجودين هوني. وزدت تحدثت على البرنامج متاعي اللي هو برنامج حول 5 نقاط: بلد ينعم بالأمن والأمان، الكرامة للجميع وصون الحقوق والحريات، إلى جانب التنمية المستدامة والتنمية الشاملة والتنمية المتوازنة ما بين مختلف الجهات، وبالخصوص استحثاث نسق النمو والاستثمار والتشغيل حتى نتمكن من التقليص بصفة ملحوظة في نسبة البطالة، البطالة اللي تشغل بال التونسيين والتونسيات، بطالة الشباب، بطالة الشباب حاملي الشهادات. إلى جانب هذا معناتها تحقيق العيش الكريم كما هو منصوص عليه في الدستور. وأسبقني قلت أنه رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والدولة هي الضامن، ضامن بالنسبة للشغل، ضامن التوازن ما بين الجهات، ضامن بالنسبة للعيش الكريم، ضامن كل شيء للثقافة، ضامن للرياضة، ضامن بالنسبة نعتبر أنه مسؤولية رئيس الجمهورية إلى جانب مسؤولية المباشرة هي زادة أنه على رأس الدولة، الدولة تضمن معناتها كل الحقوق هذه الموجودة في الدستور. هذا إلى جانب المشمولات الأخرى بالنسبة للعلاقات الخارجية. وقلت أنه رئيس الجمهورية باش نكون حريص على أنه تكون عندنا دبلوماسية نشيطة اللي تخدم قضايا التنمية والمصالح الاستراتيجية نتاع تونس والمصالح نتاع التونسيين بالخارج اللي هما في قلب الوطن. هذا ما تحدثت عليه بصفة عامة، وزاد تكلمت عن خصوصيات هوني في قفصة اللي نعتبرها معناتها جهة ولاية ما خذتش حظها في بالقدر الكافي معناتها بالنسبة للتنمية، واللي نعرف المشاغل. تحدثت عن الفوسفات اللي ما يعملش كان يتعدى على قفصة، لازم هوني يشع ويخلي معناتها الثمار الطيبة نتاعه معناتها من ناحية الشغل، توفير الشغل، من ناحية العيش الكريم بالنسبة للمواطنين. كما تكلمت على باقي المشاغل بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للطرقات، بالنسبة للقطاع الصحي، لازم الخدمات نتاعه ترتقي إلى أعلى المستويات على طريق أقسام المستشفى. لازم يكون معناتها مستشفى فيه الأقسام الاستشفائية الجامعية ومستشفى جامعي، إلى جانب المشاغل الأخرى بالنسبة للبيئة، ونعرف أني مشاغل عديدة. وتعهد بالنسبة للأمور كل هذه أنه ما لازمش تكون وعود، لازم تكون معناتها حلول، ونقول أن الحلول ممكنة. وفي البرنامج متاعي عندي العديد من المقترحات، إن شاء الله بيكون عندي ندوة صحفية نهار 3 جاي، وبش نقدم العديد من الإجراءات اللي أنوي معناتها اتخاذها عند الوصول إلى رئاسة الجمهورية.